في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40,000 وحدة سكنية وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم بتوزيع 2,000 وحدة سكنية على المواطنين، قامت وزارة الإسكان باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتوزيع الوحدات الإسكانية في جميع محافظات المملكة ضمن جدول زمني لاستكمال التوزيع قبل نهاية الشهر الجاري. وبهذه المناسبة أشار سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان إلى أن هذا الأمر يضاف إلى سلسلة الإنجازات الإسكانية التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، ويؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتوفير الوحدات الإسكانية للمواطنين. ولفت الوزير إلى أن التوزيعات الإسكانية تأتي بالتوافق مع التزام الحكومة بالعمل على توفير 25,000 وحدة سكنية ضمن برنامج الحكومة وبما يحقق تطلعات المواطنين. كما أكد وزير الإسكان على تكامل خطة العمل ضمن المشاريع الإسكانية لتحقيق تطلعات القيادة فيما يتعلق بإنشاء مدن جديدة ومشاريع تنموية تسهم في خلق المزيد من المشاريع الإسكانية التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها، وذلك بحسب خطة التعافي الاقتصادي.